3/10/2021 بعد الازدياد الكبير في حالات الإصابة بفيروس كورونا، قمنا نحن مؤسسة أورينت الأعمال الإنسانية بحملات توعية حول مخاطر الإصابة بفيروس كورونا وضرورة اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة كالتخفيف من التجمعات والاهتمام بالنظافة الشخصية أيضا. فمواجهة كورونا تكون بتكاثف الجهود جميعا من جميع القطاعات مع القطاع الصحي لتخفيف حدة هذه الكارثة. الحملة شملت عدة مناطق في المخيمات والمجتمعات المحلية التي نستهدفها كفرق استجابي، حيث قمنا بتوزيع كيتات نظافة وكمامات ومعقمات، بالإضافة إلى منشورات التوعية حول الإصابة بفيروس كورونا. من خلال هاي الحملات اللي عم نقوم فيها عم نلاقي استجابة من قبل المدنيين بتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة لديهم، بالإضافة إلى تقديم المنشورات التوعوية للحد من انتشار هذه الجائحة.